كأنه في عنده ابتعاد عن شخص، وكأنه في عنده رحيل، عنده هجرة، عنده ترك عمل، زعلين من شخص وعم يبتعد عنه، مضبضب كليكيشو خلص ما بدي. اوكي، هذا الميزان، في عنده ابتعاد، في عنده نقلة او نقلة، بده ينتقل من عمل لعمل، من بيت لبيت، في انتقال. الميزان رح يكون عنده امور مالية رائعة، رح يحقق ارباح ورح يكسب كتير الميزان بهيدي الفترة، وبده يكون سيد نفسه، منه بحاجة لحدا ابدا. تعب كتير، ناهض كتير، بس في عملة واصلة له وبده يكون متمكن. الميزان ليكو الكلام طالو، ظهروا الأخصام وانأذى منهم بهذه الفترة. الميزان يمكن خلص عم بيهرب من كل الناس السيئة اللي حواليه، كأنه خيب أمله من شيء، نقص من شيء، عنده شك بشيء. مولود برج الميزان كان عنده شك بأمر معين، عم بيبرحش وعم بينبش وعم بيغوص بكل التفاصيل بحياته، إن كانت حياته الزوجية، حياته العاطفية. في باب تسكر، عفوا الميزان، الباب تسكر، مش معقول الورق كيف بتجاوب معي. هذا الباب، هيدي الزعلة، في باب كأنه بده يتسكر، ندم كتير، قفله بالمفتاح، خلاف مع شخص، قدم وعطى وكان وافي وكان مقدر، ولكن مولود برج الميزان أنا بقول إنه البعض الموجودين عندي على اللايف في عندهم فراق وما رح يتم المصالحة، يعني أنتم مقررين إنه أنا ما بدي بقى هذا الشخص، ما خلص سكرتوا الباب ولا رجوع عنه.